من ضمن الأسئلة، هل لازم أكون أنا بس عشان فيها لفظ بيئة اللغة الإنجليزية، ف اللي هو بي 2 ده، فعامل التعليق بشكل مش واضح بالنسبة لي. هو عشان اشتغل كول سنتر ألماني لازم أكون اتخرجت، مع إن مستواي بي 2 معايا شهادة من جوتا ممكن يقبلوني لسه طالبة في كلية ملهاش دعوة باللغات، ولا لازم أتخرج الأول؟ الكول سنتر ألماني نظرا لأنه عليها طلب بشكل كبير جدا، فبيتغاضوا عن بعض الشروط، منها المؤهل. هتلاقي ممكن مؤهل متوسط وبيشتغل كول سنتر ألماني، اللي إحنا مش لاقيين عاوزين أي حد كول سنتر ألماني، المهم إن هو يكون لبلب في لغة. ففي شروط ممكن، فحتى لو طالبه ممكن تشتغل، حتى لو متخرجتيش، حتى لو انت مالكيش علاقه بكليه ذات لغه ممكن عادي، المهم انك تتكلمي الماني كويس. معايا شهاده من جوده ماشي، ما عنديش مشكله الشهاده من جوده، المهم مره تانية الشهادات دي كلها ولو شهادات ملء الارض يعني والسماء، لن يفيد الا ان حضرتك تقعدي قدامنا وتتكلمي الماني لبلب، هو ده اللي بيفيد في هذا الموضوع. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله، وربنا معاكم.